وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي صلاح أحمد المدفع، نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين. رحب فيك أستاذ صلاح في نشرة أنباء الثالثة. وبداية، كيف تقيم أهمية استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر في نسخته الثالثة؟ أهلا وسهلا بكم أخي العزيز، وشكرا جزيلا على إتاحتكم الفرصة لجمعية المحامين البحرينية أن تتحدث عن المؤتمر اللي عقد في البحرين يوم الخميس الماضي. نعم. وهذه المؤتمر لا شك أنه هو ذو أهمية كبيرة، والدليل على ذلك حضور ما يزيد على 210 محامين من مختلف دول الخليج للمرة الأولى في مكان واحد. وهو إن دل على شيء فإنه يدل على مكانة مملكة البحرين في قلوب أبناء الخليج جميعا، حيث لم يسبق ل 210 محامين خليجيين أن اجتمعوا في مكان واحد قبل هذا التاريخ. نعم. وذلك لأهمية مواضيع هذا المؤتمر وأهمية اتحاد المحامين الخليجيين بالنسبة لمحامين الخليج. نعم أستاذ صلاح، إذن ما هي أبرز مخرجات المؤتمر التي تم التوصل إليها؟ في الواقع لا يزال البيان الختامي على طاولة الأمانة العامة للاتحاد، لكن أستطيع أن ألقي الضوء على أهم ملامح النقاط المتفق عليها والتي من الممكن أن تتضمنها البيان الختامي للمؤتمر. نعم. ومن أول هذه النقاط هو المطالبة بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت في مسقط، وصدقت عليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2002 منذ فترة طويلة، وهي تنص بأن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون معاملة المواطن في عدة مجالات ومن ضمنها ممارسة المهن والحرف. وهذا سوف يؤدي إلى أن تكون رخصة المحاماة المهنية رخصة موحدة، يستطيع المحامي الخليجي أن يمارس المهنة في أي من دول الخليج. وكذلك المطالبة بإقرار قانون محاماة موحد لدول مجلس التعاون الخليجي. هذا القانون يجب أن يحافظ على حقوق المحامين ومكتسباتهم، وأن يحمي مهنة المحاماة ويمنع التدخل في أعمال المحاماة. نعم. أيضا كان الموضوع الأساسي للمؤتمر هو التطور التكنولوجي، فتم التأكيد على التأكد من عدم تأثير استخدام وسائل التواصل التكنولوجية الحديثة على أو على مساسها بالحقوق والحريات الأشخاص سواء مدنيا أو تجاريا أو جنائيا، وعدم منع الإنسان من الوصول إلى قاضيه الطبيعي والتحدث إليه، لأن التحدث وجها وجه أخي العزيز في أمام القضاء يؤدي إلى فهم أفضل للمسألة المطروحة أمام القضاء، لا يغني الورق أو الرسائل الإلكترونية عن ذلك. نعم. فكان هذا هو المحور الرئيسي للمؤتمر. نعم. المحامي صلاح أحمد المدفع، نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين، شكرا جزيلا لك.